اهلا بحضراتكم. الفقره الاولى من البرنامج البيت الكبير دايما يوم الثلاث في بقى فقره منتظرينها وانا كمان ببقى منتظرها مع الناقد الكبير عمر البنوبي. مرحب بيك يا عمر. اهلا بيك يا كابتن. نورنا في يوم اللي مسميه الثلاث الكبير في البيت الكبير. الثلاثاء الممتاز. حاجه كده من ريحه البريمير ليج. بالظبط. ايه اخبار حضرتك؟ منورنا ودايما بتشرفنا وبتكون يعني فقره مميزه جدا. النهارده يعني عندنا كذا محور نتكلم فيه، اكيد محور مباراه النادي الاهلي والوداد نبدا فيه. شفت المباراة ازاي؟ شفت الشكل الفني ازاي؟ ردود الافعال كمان لسه هنتكلم عليها، اذا كانت ردود افعال بعد المباراة على طول او من خلال الصحافة. خلينا نتكلم على رؤيتك لمباراة الوداد والاهلي في طبعا في المغرب. يعني مباراة ذهاب ووجود نظام الذهاب والاياب مرة تانية في البطولة، في حين ان الكونفدرالية بتتلعب من دورة مجمعة من دور واحد. اعتقد انه حساباتها الفنيه بتختلف، المدرب كمان، انت الوضع ما بين الاهلي والوداد، انت عندك مدرب جديد، الوداد بيستعين بمدرب كان موجود عنده يعني كبديل ومسكه الفرقه. المواجهه نفسها بعد انتهاء الدوري المغربي خساره الوداد، لكن كمان موقف النادي الاهلي انه يستعيد شخصيه البطل. الاهلي استعاد شخصيه البطل بانه بيلعب سيمي فاينل وخارج ارضه وفي ظروف برضه صعبه، ظروف الكورونا صعب على كل الفرق، انت بتبقى برضو مشدود عصبيا قلقان، البي سي ار كل شويه علشان تطمن على فرقتك. انت تأدي الاداء الكبير ده، تقدر ان انت تحسم المباراه بدري، تقدر تاخد من المباراه اللي انت عايزه تحقق نتيجه ايجابيه، مش بتفوز 1-0، انت بتفوز 2-0، كان عندك فرصه كمان انك تزود الاهداف. اعتقد انه الاهلي حقق افضل نتيجه في مباراه الذهاب بره ارضه قدام منافس عريق وفريق كبير له جماهيريه كبيره في المغرب، من الفرق كمان اللي خدت البطوله دي قبل كده وكانت قدمت مستويات كويسة. أعتقد أنه كمان يعني موسيماني أجاد في المباراة دي، كل اللاعبين أجادوا، مجلس إدارة الأهلي نفسه نقدر نقول أنه أجاد، أنه تواجد برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثة، موجود مع الفرقة هناك في المغرب. أعتقد أنه ده برضو يفرق كتير معنويا مع كل عناصر المنظومة اللي موجودة في الفريق. فأعتقد أنه الأهلي حقق أفضل نتيجة إيجابية كان ممكن يحققها من مباراة الذهاب. التحضير، أعتقد برضو موضوع التحضير للمباراة كان بيبقى شيء مهم جدا، وشفنا التحضيرات وهنا في البيت الكبير كنا بنتابع كواليس تحضيرات المباراة، وكان قد إيه للتحضيرات بتبقى على المستوى طبعا الفني من خلال موسيماني هكلمك عليها التحضير دوت، وكمان على مستوى التحضير الاداري من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ واهتمامه بمكان الاقامه ومكان التدريب، كل الامور ديت. بس خليني اخد جزء الاكبر ان هو استعدادات على المستوى الفني. شايف الاربع مباريات اللي خاضهم موسيماني مع النادي الاهلي قبل مباراه الوداد ساعدته بشكل كبير جدا على ان هم يضع سيناريو متزن وسيناريو يناسب المباراه؟ اعتقد انه ده حصل. يعني هو برضو موسيماني اخذ فرصه انه يجرب اللعيبه كلها، انه يشوف العناصر الاساسيه والبدلاء بتوعهم واللي يقدر يعتمد عليهم خلال لقاء السيمي فاينل، لان هو الهدف الاكبر السنه دي بيتسو موسيماني جه على دوري محسوم، هو في النهايه بيشارك فيه بانه يعني بيقود باقي المباريات علشان يشوف اللعيبه، لكن هو تركيزه الاكبر اكيد كان على مباراه السيمي فاينل. اعتقد ان المباريات الثلاثه اللي لعبها والنتائج الايجابيه اللي اتحققت وانه ما بيخسرش وانه تجربه جديده عليه برضو ان هو جاي من دوري جنوب افريقيا للدوري المصري، الفرق كبير جدا فنيا، الفرق عالي قوي. ممكن الفرق الكبيره في جنوب افريقيا عندها لعيبه على مستوى وبتقدر تقدم مستوى وبتنافس، وعندهم بطوله كاس الثمانيه الكبار وعندهم منافسات، هو قدر انه يحسمها كلها قبل كده مع صن داونز، لكن الوضع في الدوري المصري مختلف. جه على دوري محسوم، لكن في النهايه التجربه جديده، فانه يجيد في مباريات الدوري ثم بعد مباريات الدوري يقدر انه يحسم ذهاب السيمي فاينل، ده هايل. النقطه الاهم كمان تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه. طبعا قبل المباراه هو يجيد جدا تصريحاته في انه بيدي احترام للمنافس، بيعمل تخدير للمنافس، دي هو استاذ فيها قوي، لكن كمان الاهم تصريحاته فيما بعد المباراه. بعد المباراه موسيماني اتكلم عن انه انا مبسوط ان احنا كسبنا، لكن انا كنت عاوز ان احنا نكسب بثلاثه او اربع اهداف كمان طالما ان الفرص كانت متاحه. فاعتقد انه الكونسبت ده لما يكون موجود عند مدير فني النادي الاهلي فهو ده الاهم، لانه انا ما بحبش المقارنات بتاعت مانويل جوزيه وريني فايلر ومارتن يول، ما فيش مقارنات، كل تجربه ولها ظروفها، وكل مدرب بيجي شخصيته عنده شخصيته وعنده فنياته وعنده الحاجات اللي بيشتغل عليها والعوامل اللي حواليه هي اللي بتساعده. دايما النادي الاهلي بيوفر لاي مدرب عوامل النجاح،
المهم المدرب يكون موفق فنيا ويكون هو اصلا على مستوى النادي الاهلي، ومفيش مدرب بيدخل النادي الاهلي بيكون اقل من مستوى النادي الاهلي. فاعتقد انه لما قال انا كنت عاوز اكسب بثلاث او اربع اهداف، ده معناه ان هو عنده عقليه الفوز وعقليه كمان ان هو ما يبقاش اي فوز وخلاص، انا مش خايف، انا فريق نادي الاهلي وبقدر اهاجم بره ارضي زي ما اكون هلعب جوه مصر، مفيش عندي مشكله. شفنا هجمات كتير، شفنا فرص لحسين الشحات وفرص مختلفه كتير في المباراه، وكان ممكن تحسم بعدد اهداف اكبر من 2-0. فاعتقد انه المستوى التحضير وعلى مستوى كمان ما بعد المباراه، موسيماني اجاد 10 على 10، اللعيبه نفسها اجادت، يعني كل اللعيبه ادت ما عليها. يعني لو اتكلمنا على اللعيبه، طبعا موسيماني زي ما انت قلت على مستوى التحضير قبل المباراه ادى بشكل رائع، احترام للخصم بشكل كبير جدا، وانت زي ما بتقول بيخدر يعني الخصم بشكل بالزبط. واحنا متعودين على التصريحات دي امام ما كان ماسك حتى سان داونز، وكان بيتكلم حتى على النادي الاهلي نفسه، لا بالزبط. احنا اقل من النادي، يعني عنده شخصيه مميزه شويه، وتصريحاته واللي عجبني فيه كمان حتى بعد المباراه ما تحسش ان نتيجه كبيره، ونتيجه كان هو يتمناها بشكل كبير جدا، لكن ما كانش عنده فرحه زياده، يعني راجل متزن كمان في فرحته، لان عارف برضو ان لسه المباراه الثانيه. على مستوى اللاعبين يا عمر، كلهم زي انت بتقول ادوا بشكل جيد جدا، لكن دايما بيبقى في محاور للفوز، تفتكر مين كان من اللاعبين مميز او سوبر ستار في هذه المباراه؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا اتكلمنا الحلقه اللي قبلها عن ايه التشكيل الانسب اللي ممكن يبدا بيه موسيماني. يمكن هو ما اختلفش معانا غير في انه فعلا عمل اللي حضرتك قلته، ان محمد هاني هو الباك رايت مش احمد فتحي. محمد هاني اجد، لكن انا شفت ايمن اشرف كان رائع جدا في كل في ادائه في المباراه كلها. محمد الشناوي طبعا لا خلاف على دوره، وجميع اللاعبين كانوا في مستوى جيد جدا. ممكن انهاء الهجمه لسه محتاج شويه شغل، لكن برضو ما تقدرش ان انت تلوم على لاعب في مباراه زي دي. يعني المباراه اللي زي دي انت تحت ضغوط من قبل المباراه، عندك هدف ان انت عاوز تاخد بطوله افريقيا، فبتفكر ماتش بماتش ان انا عاوز اكسب النهارده، ممكن تضيع فرص لكن نتمنى كمان ان يبقى فيه يعني دقه اكتر في انهاء الهجمات الفتره اللي جايه. لكن على مستوى اللعيبه اعتقد انه لقطه حتى محمد الشناوي والتصدي لضربه الجزاء اللي جت للوداد، حسبت للوداد، ومن واحد من اخطر لعيبه الوداد هو بديع اوك، اعتقد انه ده نقطه تحول اصلا في المباراه. الحكم كان ممكن يدخل الوداد اللعب في اي وقت، وبعد الكره دي تحديدا، يعني لو ضربه الجزاء دي ما كانش وفق فيها محمد الشناوي واجاد فيها، كان يعني السيناريو هيتغير شويه، سهله انه الوداد يدخل المباراه مره ثانيه، خصوصا انه بيلعب على ارضه. فاعتقد انه انت لما بيكون عندك حارس مرمى كبير فهو يعني عنصر قوه وعنصر امان للفريق بتاعك، فاعتقد كل اللعيبه اجادت، لكن شويه انا شايف محمد الشناوي طبعا يجي رقم واحد، ايمن اشرف في ادائه والتزامه وانضباطه في الملعب والروح العاليه اللي بيأدي بيها، اعتقد انه برضه يستحق الاشاده بيه مع باقي اللاعبين طبعا، افشه وغيره وغيره. طبعا يعني زي ما انت بتتكلم على مستوى الدفاع طبعا الشناوي، واعتقد كل اللعيبه ادوا بشكل كويس، لكن كمان ايمن كان في ميزه كمان ان هو بيقطع كويس وبيسلم كويس، كان عنده هدوء في انه كمان. انت عارف موسيماني من المدربين اللي بيحبوا يبنوا من تحت، يعني بالظبط مفيش سرد باك يقطع الكره ويطفش بلغه الكره يطفش الكره، لا لازم الكره السرد باك لو قادر يقطع الكره ويسلم بشكل كويس، وده شفناه في ايمن. ياسر ابراهيم قدم، يمكن كان فيه اهتزاز شويه في اول 10 دقائق، لكن مع دخوله يعني دخوله المباراه بقى بشكل جيد جدا. بس اكلمك برضو على واحد كان مهم جدا ومحور اساسي، مجدي قفشه. مجدي قفشه من اللعيبه اللي انا كنت شايف انها في المباراه هي اللي عملت الفارق مع الشناوي، يعني هي شفت انت ازاي، ونتناقش في الاسلوب الفني، يعني شفت يعني ازاي قفشه. اقول لحضرتك ان محمد مجدي قفشه ظهرت في يعني ظهر تركيزه العالي قوي في كره الهدف، انه انت بتقطع كوره وبتضغط، بتضغط كمان من يعني من نص ملعب الوداد، مش بتضغط في نص ملعبك، انت ضغط متقدم وبتقدر ان انت تستخلص كوره توصل بهدوء اعصاب ان انت تسجلها هدف في بدايه المباراه، ده مش سهل. ده معناه ان اللعيب ده في اقصى يعني في اعلى درجات التركيز الذهني، ذهنه حاضر مركز عارف هو بيعمل ايه. اعتقد ان دي شخصيه اللعيب اللي يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، دي شخصيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي، لانه في لعيبه كتير في مواقف زي دي ممكن ما تحسنش التصرف، لكن محمد مجدي قفشه اجاد في المباراه دي. كمان هو من ناحيه الاداء الدفاعي كان عالي جدا، من ناحيه الاداء الهجومي كان عالي جدا، اعتقد انه قدم واحده من افضل مبارياته منذ انضمامه للنادي الاهلي. وهو كان برده فعلا زي ما حضرتك قلت محور لعب، لان موسيماني مش بيلعب كور طويله ولا هيلعب بالكره العشوائيه، لا انت هتبني الهجمه من عند حارس المرمى وعلى الارض لحد ما توصل للمنافس بتاعك، او لو الكره مش معاك فانت بتضغط ضغط متقدم وبتعمل الضغط العالي زي ما بيسموه علشان تقدر ان انت يعني
تغلط المدافعين بتوع الفريق المنافس بتاعك ونفس الوقت ما تديلوش فرصه انه يدخل نص ملعبك. ايوه ده ما بتقدرش تعمله 90 دقيقه، ما فيش فرقه تعمله 90 دقيقه، لكن لما يكون عندك لعيبه مركزه تقدر في كوره زي في اول مباراه دي انك تخلص الماتش، خاصه ان اول المباراه كمان انت عايز توصل احساس للفريق اللي قدامك ان انا جاي اضغط من قدام، اكيد اول خمس دقائق وبعدين هترجع تلتين ملعب. ده بالزبط. يعني المدرب وده ظهر في من خلال يعني مش هقول اول الخمس دقايق، اول سبع ثمان دقايق عشر دقايق حتى احرزنا الهدف كان في تقدم واضح جدا ان قفشه بيضغط من قدام على السردباك، كان في حسين الشحات بيضغط ناحيه الشمال شويه، كان اجايب بيضغط ناحيه اليمين، كان في شكل للضغط بشكل جيد جدا. وزي ما بقول لو مجدي قفشه ما عندوش الحته ديت وورا بس 10 متر والسردباك غلط ما كانش حتى هيلحق الكوره، هتبقى صعبه خلاص خلاص، مش هتبقى يعني هجمه، مش هتبقى هجمه، مش هتبقى فرصه خالص، مش هتبقى فرصه ولا هتبقى هجمه، انت هتبقى قطعت كوره او بتحاول ان انت تعطل اللعب. لكن النتيجه كانت واضحه، انا شايف انه يعني تقييم لكل اللعيبه وتحديدا مجدي قفشه وغيره، اللعيبه كلها كانت كويسه، واتمنى انه كمان في مباراه العوده نفس الاداء بنفس القوه كمان على ارضك يكون. طيب الوضع مباراه مختلف. العوده وبيبقى سيناريو مختلف تماما، انت كسبان 2-0 وعندك نوع من انواع الثقه شويه، شايف السيناريو المناسب لاداء مباراه ان شاء الله مباراه يوم الجمعه يبقى ازاي من خلال التشكيل من خلال الاداء الفني؟ هو انا شايف انه يعني مباراه يوم الجمعه مش هتبقى سهله ابدا، لانه في ناس متخيله انه الاهلي صعب، الاهلي عمره ما بيحسبها كده، يعني حتى لو ممكن يكون على السوشيال ميديا او الجمهور في الشارع بيتكلم ان خلاص الاهلي خلص السيمي فاينل، لا انت عندك مباراه ثانيه 90 دقيقه تانيين، لعيبه الوداد اكيد عندها طموح انها عايزه تعوض، عاوزه تحقق نتيجه ايجابيه، حتى كمان لانه ردود الافعال في المغرب عاليه قوي بعد المباراه، فهيبقوا عايزين يثبتوا ان هم لعيبه كويسه وكمان ينصفوا الاداره بتاعتهم، لان هم في 11 لعيب جم في فتره الانتقالات ما قبل السيمي فاينل ويعني انتقد جدا نادي الوداد بسبب الكلام ده، فاعتقد انه لا هيحاولوا يثبتوا حاجه، فبالتالي انت بيبقى صعب تلعب فريق جريح، بيبقى الموضوع بيبقى مختلف بالظبط. وبعدين الوداد برضو مهما كان اسم كبير، يعني برضو لابد ان الناس تعرف انه سيمي فاينل افريقيا مش ما فيهوش فرقه من الفرق الصغيره، بالعكس كلها فرق كبيره وفرق لها تاريخ، فاعتقد ان المباراه هيلعبها موسيماني زي ما لعب مباراه الذهاب بالظبط، اعتقد انه مش هيغير حاجه، ممكن التشكيل التغييرات تبقى في اضيق الحدود، لما يبتدي يطمن للنتيجه شويه في نهايه الشوط الثاني ممكن يدي فرص للعيبه تنزل تاخد اجواء الملعب، لكن ما اعتقدش ان هو هيكون زي ما الناس متخيله، بعض الناس متخيله انه لا الامور هتبقى سهله وانه ممكن يغير في التشكيل، لا ما فيش مدرب هيغامر في سيمي فاينال افريقيا حتى لو هو كسبان مباراه 2-0. واللي عجبني كمان ده بيدل ان هو كمان مركز كويس، وانا شايف ان كمان ان الفريق انت عارف كان دايما قبل المباراه بيوم بيروحوا المعسكر المغلق بتاعهم، يعني الطبيعي ان كان النادي الاهلي هيلعب او هيتمرن يوم الخميس الساعه 5 وبيتوجه طب على فندق الاقامه للمعسكر، لا ده المعسكر بقى بكره بالظبط، المعسكر بقى بكره في لقطه انا شايف انها من ناحيه ان هو كمان عايز يوصل وياكد الكلام اللي هو المباراه لا مش سهله للعيبه كمان، ان احنا لا ده احنا رايحين المعسكر قبلها كمان بيومين لازم التركيز يكون اعلى، فده برضو اعتقد من الشيء ايجابي ان هو بيفكر في الجزئيه ديت يعني. ده بالتاكيد طبعا، انا مقتنع تماما انه موسيماني الطموح عنده عالي قوي، بس القلق الايجابي هو والقلق الايجابي ده بينعكس على اللعيبه نفسها، اعتقد انه كمان ابتعاد اللعيبه عن السوشيال ميديا وده دليل على ان هم عندهم مسؤوليه وحاسين ان هم امام بطوله عايزين يحسموها، ده عنصر ايجابي جدا. برافو عليك، لان برضو الناس مش واخده بالها ان مفيش اي تصريحات من لاعبي النادي الاهلي على اي سوشيال ميديا وان الامور ولا صوره ولا اي حاجه ولا تعليق، بالرغم ان هم خدوا 48 ساعه اجازه يعني هم موجودين في بيوتهم، لكن واضح جدا ان كان في تعليمات او يعني تعليمات واضحه ان خلاص احنا مركزين لنهايه البطوله المشوار يعني بالظبط. يعني انا شايف ان دي بتدي انطباع كمان عند الجمهور ان اللعيبه كلها مركزه وان اللعيبه عندها مسؤوليه، لعيبه النادي الاهلي طول عمرها كده، اللي اتربى في النادي الاهلي واللي بينتمي لمدرسه النادي الاهلي هو عنده المسؤوليه وعارف ان الجمهور مستني انه يفرح وان البطوله دي غايبه من سنه 2013 وانه اعتقد انه حان الوقت ان احنا نستعيد البطوله دي، واعتقد كمان انه مفيش فرصه يعني اجمل من اللي احنا فيها دلوقتي ان انت قدرت تحسم سيمي فاينل وكمان جاي لك الفاينل، انت ضامن ان انت تلعبه على ارضك لانه من مباراه واحده
اول مره تحصل يعني اول مره تحصل ان انت هتلعب فاينل من مباراه واحده. زمان الاهلي كان يقدر يخلص المباراتين، شفناه في 2008 مثلا هنا يكسب 2-0 يروح للقطن الكاميروني في الكاميرون في ظروف صعبه بيتعادل 2-2 فياخد البطوله. المره دي لا، انت هتلعب مباراه واحده بس تلعبها على ارضك بعد ما كان المفروض انك تلعبها في ملعب محايد. باخد رايك في الحته ديت، تتمنى الموضوع ده يعني يبقى زي الشامبيونز ليج كده، يبقى المباراه النهائي الافريقي الشامبيونز ليج الافريقي يبقى نوك اوت في مباراه واحده، وتتحدد البلد مثلا السنه الجايه يبقى البلد مثلا المغرب، تونس، الجزائر، يعني تفضل الطريقه ديت ولا انت يعني شايف لا يبقى مباراتين ذهاب وعوده افضل؟ سؤال صعب قوي يا كابتن هاني. لا سؤال صعب قوي، لانه لما نيجي نتكلم في الجزئيه دي اوروبا الوضع فيها مختلف عن هنا. احنا نتمنى ان نظام المسابقات عندنا يبقى زي اوروبا، لكن البنيه التحتيه مش في كل البلدان زي بعضها ومش في نفس المستوى، وفي نفس الوقت بتفقدنا احنا كتير من قوتنا لما نروح نلعب مباراه على ارض محايده من غير الجمهور. يعني احنا نتمنى ان الجمهور بعد كده يرجع الملعب في ظروف افضل بعد ان شاء الله ما تنتهي ازمه فيروس كورونا. لكن نفترض ان انا رايح العب نهائي في رواندا مثلا، لو هلعب في رواندا في هروح العاصمه كيجالي والعب على استاد كويس جدا هناك، لكن الجمهور هيبقى صعب انه ينتقل في وقت زي ده. يعني في ظروف زي دي تبقى الحكايه صعبه شويه. وكمان انا شايف انه الاتحاد الافريقي المفروض كمان يكون عنده دعم اكبر للبنيه التحتيه، وده بيعمله مع الاتحاد الدولي، كمان عندهم برامج للبنيه التحتيه في القاره كلها. انا شايف انه الايجابي بتاعها ان انت هتطور استادات كتير، كتير في كل الدول الافريقيه علشان يعني سنتين ثلاثه يبقى في ملفات، لكن ممكن يعني سنتين ثلاثه يعني. انا شايف انه كل الدول الافريقيه بتعمل دلوقتي بنيه تحتيه، واحنا عندنا في مصر هنا استادات رائعه، وشفنا تنظيم بطوله افريقيا 2019. لكن بعض الدول ما عندهاش ده. انا متخيل المنظر هيبقى افضل ليه على المستوى التسويقي، طبعا هيكون افضل، وانت يعني عارف موضوع التسويق ده لما انت بتحدد بلد انها هتستضيف الشامبيونز ليج الافريقي من حتى من غير ما تعرف اطراف النهائي ايه، دي هيبقى في رحلات طبعا، يعني هتبقى في اجواء مختلفه شويه من المباراه ذهاب وعوده. هو بالتاكيد لما الظروف تبقى طبيعيه، وعندك الجماهير وعندك الجمهور وعنده الشغف انه كمان يستكشف القاره ويشوف ويزور بلدان، ده هيبقى هايل جدا، وده اللي انا اتمناه. لكن انا دايما ببص لها دلوقتي في حته انا طمعان قوي في انه يتلعب ماتش في مصر علشان الجمهور يبقى موجود، وعلشان الفرق المصريه وتحديدا النادي الاهلي لما يلعب بالفاينل هنا كمان يبقى معاه السبورت الجماهيري يبقى بشكل قوي. لكن هي كفكره تسويقيا هترفع قيمه المباراه النهائيه، ده اكيد هترفع قيمه المباراه النهائيه. نتمنى ان احنا نشوفها، ونشوفها كمان، انا اتمنى كمان نشوف يعني كل الاستادات على مستوى القاره الافريقيه على مستوى عالي. شفنا جنوب افريقيا عندها بنيه تحتيه كويسه، المغرب عندها بنيه تحتيه كويسه، احنا بمصر طبعا بنستضيف اي بطوله. يعني احنا لما عملنا بطولتين ورا بعض عندنا الاستادات جاهزه، عندنا الشكل الرائع لما كمان كان الجمهور موجود في بطوله 2019 وبطوله حتى تحت 23 سنه، فده بالنسبه لنا احنا مكسب كمان. فاتمنى ان الفتره الجايه بما ان النهائي هيبقى في مصر كمان هنا ان شاء الله باذن الله يا رب، يبقى بعد كده كمان يوصل الاهلي للنهائي ويبقى النهائي في مصر ان شاء الله باذن الله. هاخدك لنقطه، كان بعض الناس بتتكلم على السوشيال ميديا، ايقاف الشناوي للانذار الثالث، ويعني خلينا نتكلم، وانت قلت لي ان يعني قبل الهوا قلت لي لا ده في لائحه، واللائحه ديت نحب نعرف اللائحه منك، لائحه الانذارات، وبالنسبه للاتحاد الافريقي فيها تغيير، فيها شكل معين نعرفه منك. يعني حصل لبس يعني، بس ان في خبر نزل ان الشناوي عنده انذارين، وده مش حقيقي. يعني هي القصه كلها كمان الموضوع بسيط جدا، ان الاهلي بيبعت للاتحاد الافريقي يستفسر يا جماعه هو الشناوي عنده كام انذار. هو كان بعض الناس اعتقدت ان الشناوي في واخد انذار في كوره ضربه الجزاء بتاعه ماتش الوداد، وده ما حصلش. يعني هو عنده انذار واحد، انذار واحد في سان داونز بس، فهي الحكايه بسيطه. ده النقطه الثانيه، لائحه الكورونا بقى يعني حتى لائحه الكورونا، موضوع الكورونا ده شاغل كل الانديه دلوقتي، حتى الانديه اللي في الكونفدراليه وانديه دوري الابطال بعد ظهور حالات في نادي الرجاء كتير، وصلت 8 حالات بالظبط، يعني اعلنوا 6 ثم 2. فاعتقد انه الناس شويه قلقانه من الموضوع. امتى يتاجل المباراه؟ يعني امتى المباراه تتاجل؟ هو اللائحه دلوقتي، وده اللي تم تعميمه على كل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه من ايام قليله، الخطاب وصل للانديه دي من الكاف انه 11 لعيب اساسيين موجودين في التشكيل، 3 على دكه البدلاء هلعب الماتش. ده بشكل يعني نهائي. 11 اساسي، 11 اساسي موجودين، وثلاثة على دكه البدلاء. يعني اقل من 3 على دكه البدلاء الماتش يتاجل، وبالتالي يعني بتتكلم في 14 لعيب بالظبط، هم ال 14 لعيب. يعني لو عندك اقل من ال 14 مش هتلعب الماتش، هيتاجل.
فالاتحاد الافريقي بيعمل مسحه قبل 48 ساعه علشان يتاكد من سلامه اللاعبين، وحتى قبل السيمي فاينال وطلب اربع مساحات يتعملوا، ثلاثه تعملهم بمعرفتك وتخطر الاتحاد الافريقي بنتائج، لكن المسحه الاخيره بتبقى تحت اشراف اللجنه الطبيه في الكاف. أي. فاعتقد انه مباراه مثلا الرجاء والزمالك، الرجاء قال انا عندي حالات، عدد حالات كذا، هيعمل تحاليل والاتحاد الافريقي اللجنه الطبيه تشرف عليها، لو عنده اقل من 3 لعيبه على دكه البودلة بخلاف ال 11 الاساسيين مش هتتلعب المباراه، هتتاجل. صحيح. وبالمثل لو في لا قدر الله في الوداد والاهلي، لو في العدد ده برضه هتتاجل المباراه. طب عمر، كنا بنتكلم على اجواء والشارع الرياضي والصحافه الرياضيه في المغرب وازاي اتكلمت على المباراه قبل المباراة وكمان بعد المباراة، نعرف الكلام دوت. طبعا معانا الإعلامية الكبيرة أمال الكعيدي موجودة معانا على التليفون من المغرب، بنقول لحضرتك مساء الخير ومنورة البيت الكبير بيت النادي الأهلي. الناقدة الرياضية طبعا أمال الكعيدي، اتفضلي. أهلا بيكي. عايزين ربنا يخليك، والله ده انت اللي منورين. الله يخليك، منورانا. وعايزين نعرف من حضرتك يمكن ايه الاجواء والصحف الرياضيه اتكلمت بعد انتهاء طبعا مباراه الوداد والنادي الاهلي بفوز النادي الاهلي 2-0، كان ايه ردود الافعال في الصحف الرياضيه والشارع الرياضي بشكل عام؟ والله ما سمعتك كويس. كنا بنتابع مع يعني كنا بنتابع هنا في قناه النادي الاهلي دايما الاجواء على المستوى الشارع الرياضي والصحافه الرياضيه في المغرب قبل وبعد مباراه الاهلي والوداد. عايزين نعرف بعد مباراه الوداد وفوز النادي الاهلي 2-0 كان ايه المردود وايه ردود الافعال على مستوى الصحافه المغربيه؟ والله يعني الحمد لله كان كل شيء بخير وكل شيء تمام، بس في الاول كان شويه خوف يعني حيكون كذا ولا كذا، بس الحمد لله يعني ولو ان الاجواء يعني مو حلوه مع هاي لخبطه العالم كله، بس الحمد لله يعني صار كل شيء حلو. بالنسبه عايزين نعرف هل كان في غضب شويه من بعض الصحف على اداء الوداد امام النادي الاهلي بعد المباراه؟ والله اكيد يعني في غضب شوي، بس نشكرها. طبعا يعني يعني فريق الوداد النهارده وصل القاهره، بنرحب بيه ونتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في قناه النادي الاهلي. اعتقد الخط او هي مشغوله شويه. فمن الواضح وكنت هتكلم معاك في النقطه دي عمر ان قبل المباراه ردود الافعال او الاستعداد لمباراه الاهلي والوداد كان في شحن كبير جدا وشحن معنوي كبير، وبعض الصحف بجانب طبعا صحف الرجاء شويه كانت مختلفه بالزبط. لكن كان في شحن معنوي كبير جدا ان الوداد قادر على هزيمه النادي الاهلي وان الوداد فريق كبير وانه ممكن ده يكون تعويض كبير لخسارته للدوري المغربي. يعني هو ردود الافعال اصلا الانفعال بقى او ردود الافعال بعد المباراه كمان اظهرت انه كان في شحن فعلا زياده، يعني خساره الدوري الوداد لما خسر الدوري مع كمان التعثر امام النادي الاهلي في سيمي فاينال افريقيا. يعني قريت حتى النهارده في الصحف المغربيه في صحيفه المنتخب انه في غضب على اداره نادي الوداد وانه اعتبروا استقدام 11 لاعب خلال الميركاتو اللي فات وانه الوداد ما استفادش منهم وانه ما قدموش المردود الفني اللي كان المفروض يقدموه قدام النادي الاهلي وانه بيطالبوا برحيل رئيس نادي الوداد سعيد النصيري. لكن في النهايه هي انفعالات الاعلام وجمهور الكوره بعد المباريات الكبيره لما يكون فيها اخفاقات، وطبعا يعني هم ما استنوش حتى مباراه العوده، وده واضح انه يعني خساره الدوري مأثره مع خساره مباراه الذهاب عملت ضغط شويه على اداره نادي الوداد طبعا، وانه الاعلام ابتدى يهجم شويه على اداره نادي الوداد. اعتقد كمان انه الصحافه المغربيه ممكن كان في صدمه شويه من فكره انه الاثنين ممثلين الكره المغربيه يخسروا في السيمي فاينل في الذهاب، لكن هي المشكله اللي بتسيطر دلوقتي على الصحافه المغربيه حته الكورونا
واصابات الكورونا في الرجاء ده اللي مسيطر شويه النهارده على يعني الصحافه يعني طبعا الاجواء اصابه 8 لاعبين خلاص مستنيين يشوفوا في قرار تاجيل ولا لا، لانه كمان الرجاء اعترض على حكم مباراته مع مع الزمالك يعني. فهو ده اللي موجود في الصحافه المغربيه النهارده. اعتقد انه النهارده كمان عرفت انه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد هيكون موجود على راس البعثه اللي جايه القاهره، وده دليل على انه برضه مهتم انه يكون متواجد معاهم وانه يكون موجود في المباراه كنوع من الدعم المعنوي للاعيبه نادي الوداد. اكيد بنرحب بيهم في مصر، وبعثه الوداد اكيد هتنور في مصر ان شاء الله. لكن اعتقد انه الوضعيه الفنيه بتاعه الوداد بقت صعبه. ما كانش في اي انتقادات على جاموندي مثلا يعني؟ هو كان من خلال التعليقات واحنا بنتفرج يعني كان عصام الشوالي حتى بيعلق على اداء جاموندي، وان هو كان في موقف لا يحسد عليه يعني. برضو الحته الفنيه اتكلموا عليها ازاي هناك في الصحف؟ هم يعني الحقيقه حته جاموندي دي مختلفين عليها جدا هناك، لان هم اعتبروا انه جاموندي كان موجود كتكنيكال دايركتور في الاول كتمهيد لاقاله جريدو، ثم وجود جاموندي كمدير فني، وانه ده اثر على الفريق الوداد نفسه، انه كمان انت بتجيب تكنيكال دايركتور طب و11 لعيب جديد، وبعدين مشيت مدرب وحطيت التكنيكال دايركتور مدرب، كل ده نوع من عدم الاستقرار الفني داخل فريق الوداد. فاعتقد ان الموضوع مش يعني مش تقييم فني لجاموندي، مش تقييم فني لجاموندي، لانه كمان هو جاموندي عنده يعني سي في كبير مش قليل، يعني هو كمدرب كبير مش قليل، لكن برضو ما كانش السيناريو بتاع توليه للقياده الفنيه للوداد سهل. المدرب اللي بيجي في ظروف انه جاي عشان يمشي مدرب وياخد مكانه، دي ما بتبقاش الحكايه دايما كويسه يعني، مردودها حتى ما بيبقاش جيد. طب معانا الناقد الرياضي جمال سيفي معانا على التليفون. ستيفي اهلا بيك يا استاذ جمال، منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ومساء الخير للمتتبعين الكرام. اهلا بحضرتك، وكنا لسه بنتكلم مع ضيفنا عمر البنوبي عن ردود الافعال واجواء او الشارع الرياضي وردود افعاله بعد طبعا فوز النادي الاهلي على الوداد في مباراه الاياب. وبالتاكيد ردود افعال سلبيه بطبيعه الحال، لانه فريق الوداد انهزم في ميدانه امام الاهلي المصري بهدفين لصفر، فبالتالي طبيعي ان تكون ردود افعال سلبيه ومخيبه، خصوصا النتيجه كانت مخيبة جدا لأمال محبي فريق الوداد. ولكن موضوعيا منطقيا الأهلي استحق الفوز يعني بجدارة، كان أفضل من فريق الوداد على كل المستويات. الوداد أيضا يوجد في أسوأ حالاته، كانت هناك غيابات كثيرة في صفوف فريق الوداد، يعني دفع الفريق تكلفتها يعني باهظة يعني بخسارته لمباراة الذهاب، وبالتالي فطبيعي ان تكون ردود فعل سلبيه وردود فعل يعني غاضبه بالنسبه لجماهير الوداد التي اعتادت على وداد قوي، وداد يصعب هزمه بملعبه بمدينه الدار البيضاء، ولكنه امام الاهلي لم يكن في الموعد المنتظر، وبالتالي خسر يعني المباراه. هذه كانت يعني صحيح انه الخساره بهدفين للصفر يعني تصعب مهمة مباراة الإياب، ولكن كرة القدم عودتنا على أنها لا تنتهي إلا بعد يعني صفرة الحكم، فعلى الوداد أن يدافع عن حظوظه وأن يأتي للقاهرة بهدف أن تكون له ردة فعل، لأنه في النهاية يبقى اسم الوداد فريق كبير جدا. أكيد الوداد فريق كبير، وزي ما أنت بتقول أكيد لسه في شوط تاني. استعدادات الوداد إزاي؟ وأنت شايف استعدادات الوداد على المحور الفني وعلى المحور المعنوي كمان، وجود رئيس النادي معاهم على كرئيس للبعثة وتواجده معاهم في هنا في القاهرة، ده بيدل أن حتى في دعم معنوي بالنسبة لفريق الوداد. شايف حضرتك التحضيرات لمباراة الأهلي القادمة يوم الجمعة إزاي لفريق الوداد؟ والوداد يعني توجه اليوم الى القاهره، يعني وفد الوداد وصل اليوم الى القاهره لاجل الاستعداد لمباراه الاياب. صحيح انه تراس الوفد رئيس النادي سعيد الناصري. الاستعدادات لهذه المباراه يعني تمت يعني في ظروف صعبه، انت تعرف انت كلاعب يعني دولي سابق وتعرف ظروف ان تستعد لمباراه مقبله وسط يعني خيبه امل وسط نتيجة سلبية، فيكون الهدف هو يعني ترميم المعنويات حتى يجد الفريق ذاته ويكون على السكة الصحيحة.
لابد يعني من العمل على الجوانب الدينيه والنفسيه اكثر، حتى يعني يكون الوداد يعني في الموعد، خصوصا يعني انه ما زالت هناك 90 دقيقه لابد من خوضها يعني بجديه وبفعاليه اكبر، وان تكون على الاقل هناك يعني رده فعل قويه من لاعبي فريق الوداد الذين يعني اعتادوا على مثل هذه المواجهات واعتادوا على التواجد يعني في ادوار يعني متقدمه. يعني هناك ايضا نماذج لانديه، وصحيح وان كان يعني لابد ان نعترف ان ظروف الوداد صعبه على مستوى لائحه اللاعبين، ولكن لابد ايضا هناك نماذج لانديه خسرت ذهبا ولكنها عادت بتاهل يعني من ايابا، وان كان كما قلت لك الامر صعب، ولكن هذه كره القدم عودتنا على نتائج غير متوقعه يعني، فالمهم ان يدافع الوداد عن حدوده وعلى المستوى الفني. على المستوى الفني والمردود الفني بالنسبه للاداره الفنيه وجاموندي، هل كان هناك بعض الهجوم على الاداره الفنيه وكيفيه اداره جاموندي لهذه المباراه؟ لا اعتقد، لم يكن هناك هجوم كبير على مدرب الوداد جاموندي، لان جاموندي يعني هذه اول مباراه له يقودها يعني من كرسي احتياط فريق الوداد، لان المباريات السابقه في الدوري كان يقود الفريق من المدرجات، لان القانون المغربي لوائح الاتحاد المغربي لكره القدم لا تسمح له بالتواجد في كرسي الاحتياط، لانه سبق له ان درب يعني في السابق فريق حسنية الأكادير، وبالتالي كانت تلك اول مباراه يقودها من كرسي الاحتياط. الهجوم يعني لم يكن صراحه على يعني بشكل كبير على جاموندي، ولكنه كان على رئيس الوداد سعيد الناصري، يعني كان اتهامات له بعدم يعني التعاقد مع لاعبين في مستوى، اتهامات ايضا على مستوى انه طريقه تدبير الفريق التي لم تعد يعني ترضي جمهور الوداد العريض، وبالتالي يعني هناك من وجد الاعذار لجاموندي، وان كانت بعض خيارات جاموندي تناقش، مثلا الاعتماد على يحيى جبران يعني في متوسط دفاع يعني فريق الوداد، وهو كلف الوداد غاليا، كان هناك يعني خطا فادح من يحيى جبران، هو الذي منح الهدف الاول يعني لفريق الوداد، ولكن ايضا في المقابل كما قلت لك حتى لا نكون يعني قاسيين على مدرب جاموندي، لم تكن لديه يعني لائحه اختيارات كبيره، حتى الشيخ كمارا اللاعب يعني الوداد كانت هذه اول مباراه له يعني بعد غياب طويل، ولم يكن يعني كان في البدايه يريد ان يعتمد عليه اساسيا، ثم عاد من بعد يعني يلقيه في كرسي اختيار، ولم يعتمد عليه الا في الشوط الثاني، وقد كان دخوله يعني في الشوط الثاني يعني باداء طيب، وما يؤكد انه سيكون يعني اساسيا في مباراه الاياب يعني بالقاهره. فكما قلت لك لم يكن هناك هجوم كبير على جاموندي بقدر ما كان هناك هجوم على اداره يعني الوداد، وعدم يعني تدبير المرحله بشكل جيد، خصوصا على مستوى يعني تدبير تعاقدات مع بعض اللاعبين. ده صحيح. خلينا نتكلم اخيرا على النبض الجماهيري وجماهير الوداد، هل من خلال وجودك هناك وسط جماهير الوداد هل الجماهير فقدت الامل، او هناك بريق من الامل وبعض جماهير الوداد عندها لسه امل ان ممكن الوداد يعود للمنافسه ويحقق مفاجاه كبيره هنا في القاهره؟ وهو في كره القدم يعني لا يمكن للمرء ان يستسلم، ان ينزل يديه، لان دي يعني كره القدم هناك كما قلنا شوط ثاني، صحيح المهمه يجب ان نعترف المهمه صعبه امام يعني اهلي قوي جدا خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم، اهلي ايضا يعاني من متاعب كبيره على مستوى خط الدفاع، خط دفاع الاهلي ايضا سيء كما هو يعني خط دفاع الوداد يعني في بس اعتقد خط دفاع النادي الاهلي كان ظهر بمستوى جيد في المباراه، انت بتتكلم على يعني خط دفاع النادي الاهلي اعتقد انه ظهر بشكل لا باس به في مباراه الوداد يعني. هذا بالنسبه ليرك، هذا رايك انت، انا رايي ان خط دفاع الاهلي ليس في مستوى يعني الاهلي الذي نعرفه، ولو كان خط دفاع الاهلي يعني جيد لما كان هناك تعاقد مع لاعب الرجاء بدر بانون، وبالتالي يجب ان نفهم احنا دايما بنجدد وبنشوف للافضل يعني. اي الاهلي فريق قوي، هذا لا نقاش فيه، لديه وسط ميدان قوي ولديه خط هجوم قوي، ولكن دفاع الاهلي ليس في مستوى وسط الميدان وخط الهجوم، ونفس الامر بالنسبه لفريق الوداد ايضا يعاني من مشاكل كبيره. صحيح. يعني في خط الدفاع وهجوم يعني فخط مشاكل كبيره يعني يعاني من الفريق، انا اتكلم يعني في تحليل موضوعي تحليل تقني لا علاقه له يعني باي امور هامشيه او امور جانبيه، وبالتالي فهناك ايضا لابد كما قلت ان الوداد
ان يدافع عن حظوظه، لابد ان يؤمن اللاعبون بانه ما زالت هناك 90 دقيقه، لابد ان يؤمن اللاعبون ان لديهم جمهور عريض لم يعتد على لاعبيه ان ينزلوا ايديهم وان يستسلموا وان يقدموا على الاقل مباراه يعني كبيره. اذا لم يستطيعوا العوده بالتاهل على الاقل يعني يكون هناك رد فعل في قيمه ومستوى وقميص يعني نادي الوداد. استاذ جمال الناقد الرياضي المغربي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناه النادي الاهلي. يعني تعليق عمر سريع. المداخلة أكدت جزء من الكلام اللي احنا قلناه عن وضعية الوداد دلوقتي والانتقادات اللي وجهت لرئيسه وعلى المستوى التعقدات اللي عملها الفترة اللي فاتت. يمكن في المداخلتين كان في نقطتين مهمين. النقطة الأولى أنه اللي ذكرتها الأستاذة أمال لقعيدة أنه أجواء الكورونا كانت مسيطرة قوي على المباراة. يعني أعتقد أنه شوية حتة أنه دفاع النادي الأهلي دفاع يعني مستوى ضعيف ده مش حقيقي للاستاذ جمال الصطيفي ورايه الشخصي، لكن في النهايه دفاع النادي الاهلي هو اقوى دفاع في مصر وهو لحد دلوقتي كمان اقوى دفاع في افريقيا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق. شكرا ليك يا عمر على وجودك معانا، وان شاء الله بقى يعني نطمن ان شاء الله الحلقه اللي جايه يكون الاهلي ان شاء الله في النهاية باذن الله، ونبدا بقى نفتح ملفات محترفينا ونجومنا اللي بيشرفونا خاصه في البريمير ليج. يعني طبعا لحد ما الاهلي ان شاء الله يتوج بالبطوله لا صوت يعلو فوق صوت الاهلي. صحيح. في البيت الكبير. شكرا لك يا عمر. دي كانت نهايه فقرتنا مع عمر البنوبي. فاصل، وبعد الفاصل الكابتن الكبير احمد ابو مسلم.